السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي وقناتكم سناء بيوتي. كنتمنى تكونوا على خير وتلقاكم هذا الفيديو وجميع فيديوهاتي ان شاء الله بصحة جيدة. في فيديو اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هذه الحليوة هذه اللي الا بغينا نقولوا خفيفة ظريفة دغيا كتوجد عفوا في واحد الوقت اللي هو قصير وما كتطلبش منها بزاف ديال الجهد ولا بزاف ديال المكونات بدون فرن، وكيف قلت لكم المكونات اللي هي بسيطة جدا. فما غاديش نطول لكم، نخليكم مباشرة مع الفيديو باش تكتشفوا المكونات وطريقة التحضير. كيف كنقول دائما، الا كنتي اول مره كتكتشفي قناتي وبغيتي تنضمي للعائله ديالنا سو يوتيوب، كنقول لك 100 الف مرحبا بك. الطريقه جد سهله، ما عليك الا تهبطي لتحت غادي تلقاي واحد الزر احمر مكتوبه فيه سبسكرايب سابوني او الاشتراك، ضغطي عليه وما تنسيش تفعلي خاصيه الجرس باش يوصلك كل جديد مني، وما تنسيش دعميني باللايك ديالك. نخليك مع الفيديو. اذا غادي نبداو على بركه الله نكتشفوا مكونات حلوه اليوم. عندي اول حاجه العجينه ديال التمر، عندي هنايا 500 غرام ولكن غنستعمل انا غير النص ديالها، نحتاج غير 250 غرام يعني رابعه. يمكن لكم تستعملوا التمر تحضروه في البيت، يعني عجينه التمر تحضروها في البيت، كيف يمكن لكم تشرو هذه اللي طالعه راه تتقام لكم اقتصاديه كدير فقط 10 دراهم ال 500 غرام. غنحتاج كذلك كاوكاو محمر ومطحون حتى هو 250 غرام، وغادي نحتاج الشكلاط الكحل والبيض، هذا غيبقى للتزيين، وشويه ديال ما زهر. فقط هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج في حلوه اليوم. اذا غادي نبداو على بركه الله التحضير ديال الحلوه. جبت واحد الاناء فاش غادي نخدم، بالنسبه للشكلاط غادي نحيدو لانني ما غاديش نحتاجو دابا، وغادي نوضع اول حاجه هذيك 250 غرام ديال الكاوكاو محمر ومطحون. انا طحنتو وواحد شويه خليته هكا غير مهرمش، ما طحنتوش لانه كيعجبني يبقاو هذوك الحبيبات ديال الكاوكاو صاينين وباينين، كيجو زوينين كيعطو منظر، وكيجو كذلك حتى فاش هكا تتعدو تلقاو دوك الطريفات باقي مصحح كيجو زوينين. صافي غندير 250 غرام كنقول لكم ديال الكاوكاو، وغادي نضيف ديك 250 غرام ديال عجينه التمر. اسمحوا لي غير تنحلها ونرجع لكم. كيف قلت لكم من هنا غادي نوضع غير النصف ديال الكميه، يعني 250 غرام هي اللي غادي ندير، ودابا غادي نضيف ما زهر. تقريبا واحد جوج المعالق كبار. بالنسبة للكمية ديال الكاوكاو وديال التمر كتبقى عينكم ميزانكم، يعني هكا الا بغيتو على حسب المستطاع وعلى حسب المتوفر، الا بغيتو نتوما ديرو حتى 500 غرام ولا كيلو كيبقى لكم الاختيار. انا اختاريت انني ندير فقط غير 250 غرام، سواء هكا في الكاوكاو اولا حتى في العجينة ديال التمر. دونك انا دابا غادي نعجن هذا الشيء ونرجع نتلاقى معكم من بعد. وهذا هو الشكل ديال الخليط ديال التمر والكاوكاو من بعد ما جمعته بهذا الشكل هذا. دابا غادي نحاول انني نفرده فوق شي سطح، يعني هكا تستعملوا اما شي مول يكون هكا مربع ولا مستطيل، ولا بالنسبه لي انا غادي ندير غير واحد البلاطو. انا غادي نوريه لكم، ديت هذا البلاطو كيف ما كتشوفوا ها هو، وسرحت فوق منه واحد الكيس بلاستيكي، وغادي نفرد ديك العجينه ديال التمر والكاوكاو هنايا ونرجع نتلاقى معكم باش نوريكم الشكل ديالها ولا تتمه ديال الحلوه. صافي البنات، هذا هو الشكل ديال العجين من بعد ما قادت ليه السطح ديالو. في الاول كنستعن باليد ديالي كنضغط ديك العجينه حتى كنقادها، ومن بعد كنستعمل شي معلقه هكا الظهر ديال المعلقه، وكنبقى كنقاد به السطح ديالو حتى كيجي هكا مستوي بهذا الشكل كيف كتشوفوا معايا. دابا غادي نذوب الشكلاط كحل وغادي نخوي فوق هاد العجينه هذه كلها. المهم هانتوما معايا باش تشوفوا كاع المراحل. ودابا صافي غادي نصب داك الشكلاط الاسود من بعد ما ذوبته. هانتوما البنات كيف كتشوفوا معايا، من بعد ما جمد ليا الشكلاط غادي نجبد بلاطو اخر اللي غادي نقلب فيه هاد الحلوه هادي تشكل. قبل بعدا غنجيب واحد الكيس بلاستيكي اخر غادي نغطي به هاد الحلوه هادي بعدا،
هذا باش غادي نقلبها في البلاطو الاخر. هذا الشكل هذا، او غادي نقلبها هنايا. صافي، وغادي نحيد هذاك الكيس البلاستيكي اللي كدايره في الاول باش نغطي هذا الوجه هذا حتى هو بالشكلاط بحال هكا. هذا هو الفائده ديال الكيس البلاستيكي، كيسهل عليكم الخدمه وكيخلي انكم تحيدوا داك سميتو بلا ما يتخسر لكم السطح ديال الحلوه اولا ديال الشكلاط. وهنا غنجيب الشكلاط كحال اللي ذوبت وغادي نصبو فوق هاد الحلويات. غنحاول انني نفردو بشكل متساوي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحليوه ديالنا. من بعد ما صبيت داك الشكلاط كحل، درت فوق منه خطوط ديال الشكلاط ابيض، وكنت باغا نديرها بداك الشكل الرخامي لانه هذه حلوه الرخامه، ولكن للاسف لانه الجو بارد كيف كتعرفوا دغيا جمد ليا الشكلاط، فما بقاش عندي الوقت باش ندير ديك الخطوط الرخاميه ونديرها بشكل رخامي. المهم جا الشكل ديالها بحال هكا، حتى هو مقبول ما بيش، والمذاق ديالها رائع جدا. فكنصحكم تجربوها في البيت، وكيف قلت لكم النصيحه اللي ممكن نعطيكم انكم تكونوا سريعين في الخدمه ديالكم، لانه دابا الجو بارد دغيا تيجمد الشكلاط، فخصكم دائما هكا تخدموا بسرعه باش تحصلوا على داك الشكل الرخامي كيف قلت لكم. كانت هذه هي فيديو اليوم وهذه هي حلوه اليوم. كنتمنى الاقتراح اللي قدمت لكم يكون نال الاعجاب ديالكم. كيف كنقول دائما، الا كنتوا اول مره كتكتشفوا قناتي وعجبكم محتواها وبغيتوا تكونوا من العائله ديالنا، 100 الف مرحبا بكم. ما عليكم الا تابوناو بالضغط على الزر الاحمر الموجود اسفل الفيديو، ما تنساوش كذلك انكم تفعلوا خاصيه الاشعارات باش يوصلكم كل جديد مني. دعموني بلايكات ديالكم، ما تبخلوش بالتعليق ديالكم. كيف كنقول لكم دائما، تهلاو في ريوسكم، كنبغيكم بزاف. بسلام عليكم.